الحين عقب ما خلصنا التصوير مع الكلر جل، الوان الجل، غيرنا شويه في اللوك. منيره ومحمد غيروا في الشعر والميك اب، بتم على نفس البيوتي ديش بس شلت الجريد على اساس احصل اضاءه اكثر ورا. بنجرب الحين بالكلر جل بكمل، وبعدين بنفس الانواع ادوات تشكيل الاضاءه واللايت شيبينج بحاول اطلع لوكات مختلفه. بغير الكونتراست، بخلي الاضاءه من قدام، بايبها على جنب. هاي اللي بسويه. فمشكورين. كامي از باك. انزين الحين اللي سويته الحين البيوتي ديش شبته سايد، الحين هي بتطالعني. اوكي، كان يو لوك ات ذا كاميرا ذا سايد. الحين هي بتطالع، بتشوفون ان هني في شادو والاضاءة جاية من هاي الجهة. للحين قاعد استعمل البيوتي ديش. ببتدي بإضاءة واحدة، وببتدي احط إضاءة ثانية وثالثة، يمكن إضاءتين. خلينا نشوف شو اللي نقدر نطلع عليه. اوكي، can you do the same pose up legs up relax. انزين طبعا نغير شوية البوز، خليها مرتاحة، طلع الكاميرا أكثر. بيرفكت. للحين أنا تحت. اوكي، على فتحة 8، ما خذيت قراءة. خلينا نشوف الصورة شلون تطلع. الصورة لا دارك. ها الإضاءة الثانية شغالة، بسكرها ما احتاجها. سكرناها، سكرنا ذي. اللي صاير الحين برويكم على الشاشة، اللي صاير انه الكاتش لايت مو بطالع، العين صايرة ظلام دارك، وما بستعمل اي اوكي ما بستعمل اي ريفلكتر من تحت، ابي الاضاءة تي من فوق. فاللي بسويه بنزل بالاضاءة شوية على اساس نوصل حق العين. Can you look at this? Perfect. Now it's showing. Chin up a little bit. أقدر أقول لها ترفع. أيوة. الحين لو نلاحظ الإضاءة، في عندنا كاتش لايت في العين. أسوي زوم إن. تشوفوا إن هني ضربة الإضاءة موجودة. هاي وايد شيء مهم على أساس إن إحنا نضبط بعد. نقدر نبعد شوية. ونزيد اللايت. لحد الحين انا ما سويت اي ميترنج، انا رايح على السيت اب اللي سويناه قبل. اوكي الحين ابتدي اجرب اكثر انا. Bring your hand down, I don't show it. اوكي. بيرفكت. الاضاءة تغيرت نوعا ما. بحرك برفعها شوية تلت اب. وبنزل عليها. نرجع على اللايت. اوكي ستريت. بيرفكت. اوبن ماوث. تشن اب. الحين انا فتحة 8 بخلي 7.1. الحين نلاحظ ان احنا الاضاءة صارت زينة، بس برجع على فتحة 8 لان اقدر اضبط. يا بيرفكت. اوكي دو ذا سيم ثينج وذ ذا اذر ليجز. بخليها تغير الريل وتسوي ترن يور بودي ذيس سايد. ماذي؟ اند لوك ذير. الحين هي لفت راسها في اتجاه الاضاءة عشان الاضاءة تغطي اكثر منطقة. اوكي and your eyes here. Perfect, perfect. This is it. Okay, this is our hero shot. Perfect. Lovely. اللي بسويه الحين بغمد شوية للحين اشوفه. Do the same pose. It's perfect. فتحة 9. Okay.
لما اصور بالسوني اقدر اطالع من الشاشه ومرتاح بدل ما اطالع من ال ستاي لايك ذات. احنا نخليها مثل ما هي. اللي بسويه بحط الكلر جيل مره ثانيه، بس هاي المره برفع الاضاءه وبجيبها اوكي، بجيبها اجرب طالع في الهاي. الاضاءه الحين جايه من هني توصل للشعر، بس كثر ما اقدر ما اخليها تي على الوجه، يعني نلون الشعر في الاضاءه دي. ما اخذت قياسات، احنا على 5 تقريبا. بيرفكت. عندنا صار فلير نوعا ما في داخل الشاشه. تو ماتش. نرجع ورا شوي ونخفف. Eyes to the camera. Nice, chin up. Okay, return back straight and chin up. Looking up, up more, more, more. Perfect. Perfect, this is it. طبعا كثر ما اقدر احاول اشجعها. Looking there. Looking at the light. بعد الإضاءة الأمامية شوية نخففها. البيوتي دش 10 تقريبا من 2 سويتها 1.8. بيرفكت لافلي. بسوي شيء أنا الحين، بشيل الكلر جل. أعتقد بروح بدون ألوان، ولأن شلت الكلر جل هاي تقريبا نص توب، فبنزل نص ستوب. اوكي. وانزل الفلاش وارفعه من الستاند. بهالطريقة. بخلي الإضاءة اللي جاية في الشعر تكون أكثر. بيرفكت. نشوف هل هي كافية ولا لا. ممتازة. اوكي ناخذ زوم اكثر والزوم ان، او بناخذها بورتريت. As you are. Perfect. Slowly turn your face this side. Your eyes here. Open mouth. Don't move. احتاج ارفع القوة من اضاءة الشعر، ابيها شوي اقوى. شلون؟ نيا؟ ها؟ اوكي ما في مشكلة. في شيء تبي تشوفي الصورة؟ وايد حلو. اوكي ناخذ، احب اشيل الكاميرا من الستاند وباخذها شويه من ليفل اعلى. بيرفكت. اوكي الهايلايت حلو. اوكي الحين بغير الموديفاير اللي قدام. بحط عندي زوم ريفلكتر اللي هو الزوم ريفلكتر 7 انش او 8 انش. بجيبه طبعا نعرف ان الزوم ريفلكتر هو من عائلة الهارد ريفلكترز في البروفوتو، هم يعطونا اضاءة حادة على البشرة ولا على اي مادة نصورها. فبغير البيوتي دش اللي اطراف
ظل فيها ناعمة. وبحط الزوم ريفلكتر بدون اي موديفاير، لان انا ما ابي احط اي جريد، ابي الاضاءة تنتشر نوعا ما على الخلفية على اساس انه الخلفية ما تصير سودة. واو اي نو اتس هارد فور يو. يا الموديلينج لايت قوي، نخففه. وبنغير اتجاه الاضاءة، اللي بخلي الاضاءة هني وعندي في الستاند اقدر الف ومن فوق نوعا ما. لحد الحين ما اخذت اي قراءة، بس الحين باخذها. اوكي with this one I mean if you move out it will not reach. So stay in this area. اوكي طبعا قاعد اقول لها لا تطلع يمين او يسار، لان منطقة الاضاءة صغيرة. يس تقدر تلف راسها يمين يسار، اما الاضاءة ما باخذ قراءة اضاءة، بشوف على عيني. بس اتوقع الحين وايد اقوى. يا بيرفكت. بس خلينا نشوف الفرق، تشوفون تصوير الصج شلون بيكون. ما اخذت القراءة لانه نقارن بالاضاءة هني وهني الفرق بينهم. نشوف هني الكونتراست اكثر في النص من البيوتي داش. الإضاءة حادة، تلاحظون من الظل من اليد أكثر من البيوتي داش. فأعتقد أن هذه نكمل عليها شوية، ننزلها شوية عشان الكاتش لايت يطلع. بيرفكت. So detailed. أوكي وبرفع، بشيل الكاميرا وابتدي أصور الحين. أوكي لكن الكاميرا بيرفكت. Open mouth. Perfect. Lovely. Looking that side. Eyes to the camera. فتركيز الإضاءة هني صاير على الوجه أكثر، بشادو أكثر. الكونتراست اللي أنا أبيه هاي وايد يطلع حلو في حال إذا إحنا نبي نسوي صورة بلاك اند وايت. Eyes to the camera. Perfect. ونشوف الصور. Okay, let's take one straight. Sitting like this. Relaxing. Okay. مو بغلط نرتاح في التصوير عادي يعني. Chin up, up, up. I'm looking at the camera. Perfect. Open mouth. And your eyebrows up. Like, yeah, looking at the camera. Turn your face this side. Eyes to the camera here. Eyes to the camera. Hand down. Up. Perfect. Lovely. فعندنا التصوير هاي. ممكن نخفف، بروح على الاديت اسكر الشادو كنت فاتحه من ساعه واخفف اللايت، يعني تضبيطات بسيطه. كونتراست في الكيرف والوايت بالانس. الوايت بالانس على فكره يتغير مع نوعيه الاضاءه اللي احنا حاطينها. اذا حاطين
اذا حاطين بيوتي ديش وحاطين زوم ريفلكتر، الاضاءه الحاده هذه تعطينا الوان دافيه اكثر وصفراء اكثر. اذا حطينا جريل بيعطينا نفس الشيء. ف نشوف اللوك الثاني شنو بنسوي فيه.